يا صباح الخير او مساء الخير يا علوي، ازيكم؟ وحشتوني جدا على فكره. يب طبعا يا علوي. ايه ده، ثانيه واحده كده، هولي مولي، او ماي جاد، الشتا جت يا علوي. ايه ده، يا نهار ابيض، انت اللي كده بردان. طبعا كلكم بتقولوا دلوقتي ابو علي انت كنت فين امبارح، انت ما نزلتش اي فيديو. ثانيه واحده بس، خلينا ندخل جوه كده على الجو، تلج بره. طبعا شكل المدينه جامد بصراحه. انا عاوزكم تنزلوا في الكومنتات دلوقتي تكتبوا لي مين منكم بيحب الشتاء والتلج والحاجات دي، ومين منكم بيحب الصيف. عاوز الكل يكتب في الكومنتات انا ابو علي بحب الشتاء وانا ابو علي بحب الصيف، عشان اشوف مين اكتر عدد بيحب الشتاء واكتر عدد بيحب الصيف، وانا اقول لكم في الكومنتات انا بحب ايه. ماشي. طبعا يا علوية هتقولي دلوقتي ابو علي انت كنت فين امبارح ما نزلتش فيديو. ايوه طبعا يا علوية، كنت مستخبي تحت البطانيه كان الجو تلج. لا طبعا بصراحه زي ما انتم عارفين ان الدراسه بدات، فانا بحاول اظبط الوقت، لان انا كمان عندي دراسه زيكم بالظبط، فبحاول اظبط وقتي عشان اقدر انزل لكم فيديوهات جامده جدا. فانا عاوزكم تدعموني الفتره دي عشان ننزل فيديوهات جامده، وكمان تقفوا جنبي فتره الدراسه دي، اوكي؟ ويا رب ننجح كلنا انا وانتم. ماشي، ادعوا لي، مش تدعوا لنفسكم بس، وانا كمان بقول لكم يا رب ترجعوا. ماشي. فدلوقتي يا علوية انا فرحان جدا بصراحه ان الشتا رجعت اخيرا. دلوقتي لازم اشتري حاجات من السوبر ماركت عشان طبعا الشتا، عاوز اجيب حاجات سخنه زي مثلا القهوه بقى والحاجات دي، الحاجات اللي بتدفي والحلبه والحاجات دي كلها. فاوكي انا لازم اخد بسرعه العربيه بتاعتي. طبعا في منكم يقول ابو علي فين البنش باجي، بنش باجي مين بس في التلج ده، انا كده هتلج ويجي لي برد. يلا ابو علي بسرعه، ليتس جو. المدينه شكلها اسطوري بجد يا علوية، والله واو تحفه لما يكون التلج نازل كده. ايه ده، يا نهار زبادي، في كمين، كمين على الطريق. الحمد لله الرخص بتاعتي تمام وكل حاجه تمام. اما نشوف ايه ده، يا نهار زبادي، دي لجنه كبيره شكلها. انت ودي انت بشوف كده اول، بقول لك ايه ده يا حضره الظابط، انا ما عملتش حاجه. بقول لك بص العشاكاشه وشك، اجي يا ودي انت، اجي يلا. طيب طب حضره الظابط، نعم حضره الظابط، ايه بقى في ايه؟ انت مين يا واحد؟ هولي مولي، اول انت مين؟ واحد عادي من سكان المدينه ماشي في الجو الممتع ده بتاع الشتاء، بتمتع طبعا. انت عاوز ايه يا حضره الظابط؟ الحق بص يا زابط يا بوله، هو انت بص ايه رايك نحط في السجن بقى؟ انا شايف ان احنا نحط في السجن الضابط حركات، الواد ده مجرم. قولي مولي، مجرم؟ انا عملت حاجه يا حضره الضابط؟ طبعا عملت يا حبيبي، قول يا حضره الضابط حركات انت عملت ايه؟ ماشي حضره الضابط، وانا عملت ايه؟ جريمه بص كبيره كده اوي، جريمه بص لا يغفر لها القانون. جريمه لا يغفر لها القانون، هي ايه الجريمه طيب؟ انت زي بص يا واد، انت بص شايف التاج ده اوي، شوف التاج قد ايه في المدينه، إذا ما نضفتش المدينة بقى. هولي مولي، هنضف المدينة، هنضف المدينة من التلج، ده مخلي المدينة شكلها أسطوري. وبعدين أنا مالي أصلا، أنا مالي، أنا أنضف المدينة ليه؟ أنا مالي؟ يا رحمانيك، ولا بص اللي حطك في السجن، أنت عارف أنت تهمتك إيه؟ هتتسجن بص 150 سنة كده أوي. 150 سنة عشان التلج نازل في المدينة وأنا ما نضفتوش؟ أيوه طبعا. أو بص هشجلك بقى مقابل، أنا دلوقتي هوديك لقاضي زبط زعبولة، هاتي ودي يلا بسرعة. هولي مولي، هو إيه اللي بيحصل في بروك إيفن على الهواء؟ ألو، أرجع بروك إيفن، هنسجن عشان التلج مغرق المدينة من غير ما ننضفه. يلا ود بسرعة، مش عاوزين كتر كلام، ده مطلوب القبض عليه. 150 سنة على الهواء عشان شوية تلج، أنتوا بتستعبطوا. يلا بسرعة، هجيلك هحطلك الكلبشات. أو ماي جاد. طيب الظابط زعبولة، ماشي الظابط حركة. ايه ده، انت عامل سلاح في وشي كده ليه؟ يا ابني بص، انت مجرم خطير، خطير جدا، من اخطر المجرمين في العالم كله. اخطر مجرمين عشان شوية تلج مغرقين المدينة وما عملتش حاجة؟ طبعا يا حبيبي، مش عاوز تنضف مدينتك، انت كده بص مش بتحب المدينة، قدامي بسرعة. او ماي جاد، على الذكاء ده، هما مين دول يا علوية؟ ايه ده؟ هي دي القاضية بتاعتي؟ والله انا ما عملتش حاجه، الظابط حركته زعبله، دول مجانين حضره القاضي، والله حضره القاضي. ايه ده، وبيقول ايه؟ مش عارف. ايه ده، نار زبادي، كل الظباط دي واقفه. ايه ده، انا اتحكم عليا ب 150 سنه؟ والله مش ع... يا نهار احمريكا، انا اتحطيت في السجن يا اللي والحقوا. بصوا في مسجين قدامي هناك، ايه دول بياكلوا ولا بيعملوا ايه؟ في ناس اشرار والله، انا كيوت ما ينفعش ابقى في السجن. ايه ده، ده في معايا مسجين تاني. ابو علي، بص ابو علي كان امور ازاي علوية، وفي المصيف كان بيصيف في مصيف مش عارف مدينه ايه. طيب علوية دي مش عارف المدينه دي ايه بتاعت روبلوكس دي بصراحه، اسكندريه بتاعتهم يعني. ماشي ابو علي كان في اسكندريه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ وبعدين ده في شرطه ولا ايه؟ ابو علي اتسجن يا لهوي. شيبسي، ثانيه واحده اكل شيبسي. ايه ده، ما ينفعش اكله، طب انا اعمل ايه؟ طيب ايه ده، يا نهار، هولي مولي، مكان سري،
Let's go. ايه ربوب علي بسرعة. Oh my god. هربت. Level 1. Underground. ايه ده؟ تحت الارض. Level 1 تحت الارض. ايه ده ابو علي؟ ام المية الصرف دي. ايه ده؟ مية الصرف الحواء على الويب صابلة ازاي؟ طبعا ايه ده الريحة وحشة اوي. خلينا نطلع بسرعة. يا نهار زبائن دي المهرج الشرير. خلينا نمشي من هنا. اوكي نط ابو علي. Let's go. انا لازم امشي من المكان ده. ابو علي كيوت ما ينفعش يكون هنا. ازيك يا كابتن؟ اوكي انط من هنا بسرعه ابو علي. انا اتسجن 150 سنه مؤبد. يا نهار زبادي يعني العمر كله علويه. انا اصل يعني لو عشت مش عايش 150 سنه كتير قوي. اوكي نط هنا كده بسرعه. هولي مولي. لا ابو علي. اوكي يا رب ابو علي بسرعه. اوه انا جيت فين؟ ازيك يا كابتن؟ انت طول الوقت واقف هنا ولا ايه؟ نط هنا ابو علي. ليتس جو بسرعه. اوكي مش هظهر في النار. مش هظهر في النار طبعا يا علوية. القضية بتاعتي دي اللي عملها لي الظابط حركات والظابط زعبول النبات دول. عشان كده لازم انتقم منهم. قال ايه؟ هتسجن 150 سنة عشان المطرة بتمطر والمدينة عملت تلج. قالوا انا ما نظفتش المدينة. مجانين والله. اوكي خلينا نمشي بسرعة. عمركم علوية شفتوا قضية زي دي؟ يلا بقى نطلع بسرعة. اوكي اطلع من هنا. ليتس جو. ما اشوف انا رايح فين. ليفل 2 ذا فينس. ايه ايه ده؟ إيه احنا كده هنكون في فنتات كتير. انا يا رب الاول فنت دي. يب بعد كده دي. ليتس جو. اوكي ثانيه. او ماي جاد. لا اطلع يا علي. يب هربت. تشيك بوينت. اوكي يلا عدي. الحمد لله عديت. بسرعه 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 يا علي. تشيك بوينت. لا لا مش التشيك بوينت دي. يب عدي. في بنت تاني بتهرب معايا. هتلاقيها مسجونه برضه بسبب القصه دي. بسبب حركات. ايه ده دي ماتت. مش اي حد يعدي طبعا. لازم تكوني محترف زي ابو علي. يب شوف الاحتراف بتاع ابو علي. بيجي هنا كده ما يموتش خالص. بص على الهوايه. بصوا بختصر المسافات. بص 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 الحركه دي. شفتوا الحركه دي؟ يب شفتوا؟ ايزي ايزي ابو علي عدي ايزي. ليتس جو. نط من على الليزر. يب انا اقدر اهرب واروح للظابط حركاته وزعبوله واقهرهم طبعا ان انا ما اتسجنتش 150 سنه. ده لو قدرت اهرب يعني على الهوايه من الحاجات اللي انا عمال اشوفها دي. لافا حاجات كتير. اوكي نط هنا. تعالى هنا ابو علي. يب هربت والله بقى. اطلع بقى من الفنتات دي خلاص. اوكي اعتقد ان انا كده داخل في ليفل 3. او ماي جاد المستوى الثالث. ما نشوف اوت اوف ذا سيل. طبعا احنا دلوقتي بنهرب يا علويه خلاص من ايه ده؟ وانا ما هربتش ولا ايه؟ ثانيه نط كده. الله ابو علي بسرعه. يب ايه ده؟ دماغي علقت فوق. ازيك يا كابتن؟ انت طول الوقت واقف هنا ولا ايه؟ ما تيجي تهرب معايا. وانا اروح هنا ولا هنا؟ استنى يمكن الاقي حاجه تنفعني. والله الزرار ده بيداس عليه. يب بيداس عليه. علي الحقه. ليتس جو. او ماي جاد ده اتدغدغت. الو انا تقريبا كسرت حاجه. اما اشوف والله انا عملت ايه. يا رب تكون حاجه بس مفيده اللي انا عملتها. يب والله هي. ايه ده انا اتسجنت ولا ايه؟ ايوه الهروب من السجن الصح. هو ده المستوى الثالث. الظابط نايم. ابو علي ابو علي انت بتتصور. ده الظابط شافني. هيبلغ الظابط حركات المجنون. ممكن يجي دلوقتي يمسكني الظابط زعبل. او ماي جاد قفل السجن. ابو علي انت اتسجنت. ابو علي ليه بس ما عرفتش كده من غير اي صوت؟ هولي مولي ايه ده؟ هو انت مسجون يعني؟ انا من نفسي اقول لك على حاجه. انت مسجون ومدخل لي فلوس ومدخل لي كوتشينه السجن وشطرنج. انت ازاي كده؟ اوكي انا محتاج ان انا اهرب. هو ده الظابط على الهواء. ده ايه ده؟ ده بيقرا كتاب. انا مش عايزه يشوفني. قبل ايه طيب؟ مش عارف بصراحه. المساجين جوه بصوا عاملين ازاي؟ ذكى مسجون انت مسجون. بص شكلك عامل ازاي؟ انا بص انا مسجون زيك والله بس بحاول اهرب. اجتهد بقى واهرب انت كمان. باي. اوكي اروح فين؟ ذكى بنوته تعالي معايا. ليتس جو. احنا ممكن نيجي هنا كده على الهواء. يب يب يب. انا محتاج ان انا ادوس على الزرار تقريبا اللي ورا ده. تعمل اي حاجه كده ابو علي؟ ذكى حضرتك الظابط ابعد بعيد عنه ابو علي. يب ممكن اجي هنا كده. ايه ده؟ في فنت. ليتس جو. انا عمال اقول البنت دي بتنط عليه. يا قردة عارفه طريقه الهروب ومش عايزه تساعديني. اوكي ابو علي اهرب. ليتس جو اطلع. ايه ده؟ انا دخلت عند الظابط اللي نايم. هتبع علي هتبع علي الكارت. اوكي حط الكارت هنا بسرعه ابو علي. ليتس جو فتحنا البوابه. الظابط حركاتها هينكر. ازيك حضرتك الظابط؟ حضرتك الظابط احنا بنهرب سلام. يلا ابو علي اهرب بسرعه. اوه بصوا المساجين زعلانه ازاي على الهواء. زعلانين طبعا ان احنا بنهرب. هم لا باي. يلا بس كده اهربوا والله شكلكم مجانين. اوكي انا اهرب منين؟ ثانيه. يب السما هنا. طب علي يب ليتس جو. قدرت اهرب. تعالى كده
انزل. اوكي ازيك يا كابتن، ما تيجي تقرب معايا طالما انت واقف كده على طول. اوه نطل على الكرسي. يب بص لو هي السجن اخطر سجن في العالم ومحبوس فيه مدى الحياه. يب هربت. تشيك بوينت بسرعه. اوكي ايه ده؟ الحياه على هو الظابط بيتدرب على التدريب، بيتدرب على التدريب وانا بنط. مولي مولي يلا حضرتك الظابط نشل. يب عدي اخطر سجن في العالم يا علوي، لازم الظباط تتدرب طبعا. اوكي اهرب من هنا. يب قدرت اهرب، ليتس جو، طلعت الحمد لله. اوه على المسافه الطويله اهرب. تشيك بوينت. يب برضه انا في السجن. يا نار زبادي كل ده انا في السجن برضه. انا عاوز اهرب. اه انا فتحت البوابه. يلا يا مسجين انتوا يا مجانين، انتوا قاعدين بتاكلوا. يلا بسرعه تعالوا اهربوا، اهرب يلا كابتن. انت مالك بيا؟ انا مش ههرب دلوقتي. قولي قولي براحتك يا ابو شعر انت منكوش. يلا كابتن تعال اهرب. بقول لك ايه، انا واكل بص فلفل وجع لي بطني، امشي من قدامي. قولي قولي والله انا الغلطان، يلا انا اهرب ماليش دعوه بيهم. لس جو علي. ايه ده؟ حوالي الظابط فعل الليزر. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ نط ابو علي. يب اهرب اهرب اهرب، ولا اي ليزر ولا اي حاجه توقفني. نط هنا كده. ممكن اجي هنا. ليتس جو تعالى هنا بسرعه بسرعه. كل ده طبعا الحاجات دي في السجن عشان ما نقدرش نهرب من اخطر سجن في العالم، لان ده فعلا اخطر سجن في العالم. يب تعالى كده بص عليه وكبيت حاجات غريبه. نط كده. اوكي ازيك يا كابتن. ليتس جو. اروح فين؟ هي دي بتتفتح؟ طيب بتتفتحش. يلا اي حاجه خلاص، خلينا اهرب من هنا ما نشوف ايه اللي فوق السلم ده. ربما تكون حاجه صعبه يعني. في كاميرا والله، بس الكاميرا عطلانه الحمد لله، احنا عطلنا اصلا يعني اللي هي الكهرباء كلها. يب ايه ده؟ الظباط بتتدرب برضه، دول بينشروا عليا. يا نهار زبادي، اضرب يا الظابط، اضرب يا حضرة الظابط التاني انت. يب اضرب يا كابتن. اوكي الظابط اللي ورا ده ما بيتدربش. اوكي ليتس جو. قدرت اهرب من الظباط. سجن خطير يا علوية. اوكي المسافة طويلة شوية يا علوية. يب تشيك بوينت. دوس ابو علي على الزرار. اوه فعلنا الجسر، هو ده الجسر طبعا. ماشي طبعا يا علوية ممكن نقف نحتفل ان احنا هربنا من السجن. ايه ده؟ ما ينفعش والله نحتفل. اوكي اطلع. هو الزرار ده بيفتح؟ مش عارف بصراحة. ممكن ندوس عليه. ايه ده؟ بتدوس عليه فعلا. يا نهار زبادي يا ابو علي. اوكي انا لقيت السر بتاعهم. البنت هناك ايه؟ طبعا البنت دي اكتر واحده شجاعه، هي بتهرب معايا. يلا بقى نطلع بسرعه لما نشوف ايه اللي موجود فوق. انا ممكن اطلع للظباط واتخانق معاه بجد والله، مش عارف بصراحه، بس معيش اسلحه اصلا. ادخل لنا ابو علي. فعل اي زرار ولا اي حاجه. اوكي شغلت الصاروخ ده، تقريبا صاروخ. يا نهار ابيض السجن بتاعي في الفضاء اصلا. يلا ابو علي شغل. ليتس جو هربت. طب والبنت دي ايه ده؟ ابو علي طلع من كوكب الارض لكوكب المريخ. ابو علي فرقع، ابو علي فرقع، اتحبس في الفضاء. انا اتحبست في الفضاء، ما انا كنت محبوس في السجن تحت. طيب ايه اللي جابني هنا؟ ايه ده؟ لو تقريبا انا جيت هنا قبل كده والله مش اوه ماي جاد، والله تقريبا جيت هنا قبل كده في الفضاء ده، مش عارف بصراحه. يب نط كده ابو علي. لا 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 ثانيه واحده اطلع. ليتس جو تشيك بوينت. طيب يلا ابو علي يا رب بسرعه. حسب الفتحه والله يا علوي تقريبا شفت المكان ده قبل كده. اللي عارف المكان ده ينزل يكتب لي في الكومنتات، والله مكان كبير. يلا ابو علي نط بسرعه. اوه ماي جاد حسب تشيك بوينت بس. يب تشيك بوينت. تعالى هنا كده ابو علي. ليتس جو. البنت ماتت. وانا كمان مت والله. ايه ده؟ نط يا كابتن. يب ليتس جو. اوكي ازيك فضائي؟ واحنا على الفضاء يا علوي. يب والله في الفضاء، الصاروخ طلع الفضاء. اوكي ناس جم نشوف اللي هيحصل. ايه ده؟ هما جابونا فين؟ وانا مش هعرف من السجن ده ولا ايه؟ انا كنت في الارض اتحبست في الفضاء. يا نهار زبادي هو ايه ده؟ والله لو عرف كده ما كنت لبسته، انا دماغي بقى بتولع نار قادرة. اوكي على ايه؟ الارض ملغمة. بص الارض ملغمة بكنابل كده زي ما انتوا شايفين، عشان كده مش لازم المس اي حاجة. اوكي ادخل هنا. يب تشيك بوينت. ازيك بطة؟ والله في بطه اهي. لا 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 شكلي كده اموت لما اشوف الطريق الناحيه الثانيه. ايه ده؟ هو نفس الطريق. طيب ماشي ممكن، بس على ايه هي دي؟ اقدر انطها؟ مش عارف بسرعه. نط كده بقى لي. ايه ده؟ ما انا مت اهو والله على ايه شكلي انط من فوق. يب ثانيه تعالى كده بقى لي. ليتس جو من فوق. الو الو بقى لي انزل. يب علي انزل دماغي معلقه في السقف. يب امشي كده.
اوكي ضحكت عليه وبقى له بصوا ما عدتش اي حاجه لان اصلا استحاله ان انا انط المسافه دي. تاتش بوينت ازيك يا بنوته؟ يبقى انا قلت اللي بنقرب تعالي انا ممكن ادخل من هنا. لا لا بلاش ابو علي واجي هنا كده نط احسن واجي هنا كده نط احسن. اوكي نط كده يبقى عديت. ايه ده حمامات والله؟ ايه ده الطريق اصلا في الحمام؟ شفتوا هدخل بالحظ الطريق في الحمام. نط كده ابو علي ثانيه دماغي بتدخل في السقف يا كابتن. اوكي نط هنا بعد كده هنا. اوه هو الفتحه هنا ولا ايه؟ يب انزل. او ماي جاد ايه ده ابو علي اللي في دماغك ده؟ هو انت بتنزلني تحت الميه ولا ايه؟ نط كده لتس جو بسرعه. او مش عارف بصراحه انا ممكن اواجه ايه او اقابل ايه بس انا شايف عضم ربنا يستر يعني بصراحه كده على المكان ده. اوكي نط من على البتاع الحديد بسرعه. يب اخيرا عديت الحلو. ايه بصوا مركبه مركبه وعليها خشب بتيجي بسرعه لازم ننط عليها عشان ما نموتش وبعد كده نروح للمركبه الثانيه ونعدي. لتس جو. ازيك يا بنوته؟ ايه ده علوية؟ هو كل البنات مسجونه هنا ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. طبعا البنات تنزل تكتب لنا في الكومنتات انتوا كلكم اتسجنتوا في السجن ده وتهربوا ليه؟ لان انا عماله الاقي بنات بس. اوكي بسرعه اطلع بعلي. يب ادخل هنا كده التشيك بوينت. اوكي اكيد دي بتطلع يب بتطلع حاجه انا عارف. يلا اقفلي لتس جو اللي بعدها. اوكي اقفل. اوكي تشيك بوينت بقى تشيك بوينت. يب كده بعد كده نركب القارب تاني احسن حاجه القارب اللي بيتحرك ده بجد. القارب جه يب استنى القارب. هولي مولي القارب كان هيضيع عليا. بالراحه بالراحه بليز 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 مش عايز البس اي حاجه اموت. ايوه انت ماشيه صغنونه صغنونه يا كابتن مش كبيره. لتس جو الحمد لله. نطلع بقى على السلم. يا رب يا ابو علي انا خلاص تعبت. ايه ده علي الحقو انا مش عاوز اهرب. ابو علي اهرب والله كنت معلق. اوه انتوا بتهزروا سطح البيوت. انا جيت فين؟ ايه ده انا على السطح فعلا. بصوا في الظابط الظابط هيشوفني. لا 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 حاسب حاسب حاسب. اوكي اهرب اللي بعدها اللي بعدها. اوكي والله ايزي عديت. يلا تشيك بوينت بسرعه تشيك بوينت. اوكي اجي هنا 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 بسرعه بسرعه. الوي. اللي عايز اعدي اي حاجه يعمل كده. بصوا تشوفوا في ثواني تعدوا في ثواني. لتس جو. ازيك كابتن؟ هليكوبتر اخيرا اركب الهليكوبتر وارجع لحركته زعبول ابو علي والله كسر راسه معلويه. طبعا لازم اعقبهم عشان هم السبب ان انا اتسجن كده في مدى الحياه على طول. كراش لاندنج. ايه ده انتوا بتهزروا؟ الطياره حصل فيها ايه؟ اتقلبت. كراش لاندنج يا علويه طبعا ان انا اصلا يعني الطياره اتقلبت بيا وانا بهبط. ازيك الطائر؟ هو ده حمامه ولا بوردان؟ مش عارف بصراحه ده حمامه شكلها. ازيك يا حمامه؟ اوه كل الشرطه دي مستنياني. يا نار زباني انا لازم اهرب من هنا من على الحبل طبعا. اطلع عليه اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ان انا امشي من على حبل عشان اهرب من السجن. امشي بسرعه امشي 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 مش عايز حد يشوفني. اوكي بص على الشرطه تحت عامله ازاي. يا نار زبادي الوضع صعب هنا لو مسكوني هينفخوني. يا نار زبادي انزل بسرعه. بس كو قدرت اهرب ما شافنيش الحمد لله. بسرعه بسرعه المدينه الغريبه دي على وي بسرعه مش عارف ممكن حد يطلع. بقول لا دخلت. يا نهار زبادي والله ما عملت حاجه يا كابتن والله ما سرقتش الطعميه. ايه ده؟ هو اللي بيحصل؟ The card is present. اوه ماي جاد بالي وانا اتسجنت تاني. هولي مولي حرام عليكم سجنوني في سجن مشدد. حتى الدبدوب موجود هنا. ازيك يا دبدوب؟ ايه ده؟ ايه الزرار الموجود ده عليه؟ الكروبار انا خدت كروبار. ازيك يا دبدوب؟ لتس جو والله لا رب برضه من المكان مهما تسجنوا ابو علي في اي حته لازم ابو علي يهرب طبعا. اهرب ازاي؟ الو افتح ابو علي البوابه افتح البوابه مش عارف اعمل ايه. طلعت الدور التاني بدور على ايه ده؟ هو ايه دي؟ اوكي خدتها لتس جو. او ماي جاد هو ايه اللي جوه؟ ثانيه هولي مولي اعمل كده ابو علي. يب فتحه سريه انا كنت واثق ان ابو علي قدراته عاليه. لا هو ده طبعا لازم يهرب من الحمامات. يلا ابو علي بسرعه انت مجرم محترف. ايه ده والله مجرم انا اتحبست ظلم اصلا. نط ابو علي. اوكي اتنقلت للانابيب باي بوكس هولي مولي. ده هو طبعا الانابيب يا علوية. او ماي جاد اهرب يا ابو علي. اوكي انا جيت عند الانابيب ثانيه شيل شيل البتاعة دي يلا بسرعة ابو علي هيعدي شيل يا كابتن الحمد لله. ايه ده ايه السرعة دي ما اتفقناش على كده. لا كابتن حاسب الحمد لله عدتها بكل سهولة اصلا والله معديها بصعوبة. يلا بقى نط كده من على السلم. اوكي بعد كده الليزر 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 انا بتحبس هنا في السجن ده كله عشان يبقى شوية تلج في المدينة وما امسحهمش. انا مالي انا بالتلج طيب هو مخلي المدينة شكلها حلو وبعدين انا مالي انا ايه اللي خلاني اشيل التلج اصلا.
الظابط حركات دانوب. بص اول ما جبت سيره الظابط حركات، اول ما بجيب سيره حركات في اي لعبه بموت. ايزي والله ايزي على الواي. بسرعه نط هنا، اطلع على السلم. كي اهرب، هربت الحمد لله. افتح البوابه يوب تشيب. او ماي جاد او ماي جاد، هو انا مش هعرف بنسل. ايه ده؟ ثانيه هضحك عليه، ما ينفعش طبعا. طيب خلينا نعدي من هنا كده من جنب الحيطه. ليتس جو. بعد كده ادخل البوابه دي بقى، افتح يا كابتن تشيك بوينت تاني. وانا مش هعرف من السجن ده ولا ايه؟ الو، ممكن ادوس على اي حاجه عشان تعمل لي زرار ولا اي حاجه عدى علي؟ يب كده. اوكي خلينا نروح هنا، افتح البوابه دي. يب تشيك بوينت تاني. يا نهار زبادي، والله اخطر سجن في العالم ده. انا ما شفت السجن كده بصراحه. عشان اهرب من السجن ده لازم اعمل كل الحاجات دي. اوكي طبعا يا لوين، اللي عاوز يلعب بالسجن الغريب العجيب ده صرت اتظهر قدامكم دلوقتي. طبعا روحوا جربوه وقولوا لي بقى تقدروا تعدي من السجن ده ولا لا. ماشي يلا بسرعه افتح يا كابتن. ايه الرزاله اللي انت فيها دي يا كابتن؟ بتفتح. او ماي جاد، تقريبا كده مفتوح بقفل حاجه زي كده. تقريبا مفتوح مقفول بقفل ابو علي. اوكي تعالى هنا، انا ممكن ادخل اي حاجه ثانيه. اوه ثانيه واحده، انا لو رجعت هنا، لان طبعا ما ينفعش ادخل اي بوابه ثانيه على غير البوابات اللي هنا دي. اوكي هنا ممكن انزل. افتح كده. يب والله اشتغلت. يا سلام على الذكاء، الذكاء هنا الف يا حبيبي. اه انا ممكن اعمل دي. دوس طيب يا كابتن. طب ادخل هنا. اوه الحاوة على الهواء. بص انا جيت فين؟ هولي مولي، شفت الذكاء؟ يا نهار الزبادي، شفت الغباء بتاع القرعة دي؟ اوكي تعالى هنا ابو علي. يب بعد كده قال لي واحدة، ممكن اعمل كده. قال لي طبعا دي طبعا هتنزل خلاص، دي مش هينفع بايظة. بعد كده دي يب، هي دي اللي هتشيلني طبعا. اوكي طبعا دي خدعة سحرية تتعلموها انه بعلم في اي باركور بتلعبوه اي حاجة زي كده. بصوا تكتشفوا انهي واحدة اللي سليمة. ممكن طبعا تنزل قدام صاحبك، شوفوا دي علوية اختفت، يبقى دي مش شغالة اصلا. بصوا شفتوا دي كمان اختفت، يبقى دي مش شغالة. تقول لصاحبك بص على فكرة انا ساحر، بعرف الاماكن اللي ينفع نط عليها زي دي كده. بص ايزي. شفت علوية جامدة جدا. ثانية بقى اعرف. اوكي دول بايظين، يبقى كده هو ده. ليتس جو. شفت الذكاء بتاع ابو علي؟ ابو علي ذكاءه 1000 اصلا. ابو علي محترف. نط بسرعه. الله اهرب اهرب اهرب. هربت بقى من السجن، حرام عليكم برضو دخلتوني السجن. اوكي اهرب ابو علي. هو ايه ده؟ لو مش عارف ده دهب ده ولا لافا صفرا ولا ايه، مش عارف بصراحه. اوكي تعالى هنا، اجي هنا. لا مش عارف بصراحه، ممكن نط من هنا لهنا. يب اوكي نطيت. افتح يا كابتن، خلاص كفايه ليزر. نط نط، ده ليزر فوق وليزر تحت. اوه افتح تشيك بوينت. اوكي اجي من على الجنب. يلا ابو علي هربت من الليزر. هولي مولي، يلا البوابه دي بقى اهرب من السجن. بليز بليز يعني اهرب من السجن والله. يعني ايه ده؟ انتوا بتهزروا يا كباتن؟ الجنينه لسه الجنينه. اوه انا جيت فين؟ انا في اخر حته في السجن على الهواء. خلاص ليتس جو، انا ممكن اهرب والله. طيب خلينا نشوف. ايه ده؟ في كشاف، شايفين المناره اللي هناك دي؟ المناره دي لو جت عليا انا هتمسي. اوكي ينفع اجيب الكوره؟ طيب ما ينفعش حد يستخدم الكوره. طب على اطلع بالبوابه. ايه ده؟ ده بيحدف عليا صواريخ. قولي بولي. اوه وانا كده رحت السجن الفرادي. او ماي جاد، يا نار زبادي يا لو، وانا شكلي مش هرب من السجن ده والله. الحقوا بصوا الظابط بيصورني بالكاميرا. او ماي جاد، اعمل ايه بس؟ والله من نهار انا مش هعرف خلاص، بس انا اقعد في السجن واقضي المده بتاعتي 150 سنه 150 سنه، ابقى عجوز وانا في السجن. مش هعرف على ايه. ايه ده؟ انت ليه بس بنيت الحيطه؟ خليها مكسوره كده عشان يوم ما افكر اهرب اعرف اهرب من الفتحه دي. طب انا لو كده انا خلاص كل مره بيمسكوني كده. يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه، وما تنسوش تلعبوا التحدي ده. هتقدروا تهربوا فعلا ولا لا؟ وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا لقيتوا ايه بعد الفتحه دي، والتحدي هيظهر قدامكم دلوقتي. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي.